السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن بذور المورينجا خلال هذه الفترة. نلاحظ الناس تراجع على بذور المورينجا، وكذلك نلاحظ بمواقع التواصل الاجتماعي شلون يمولون، تعتبر إعلانات تجارية ممولة، والمعلومات اللي نشروها عن بذور المورينجا بس مجرد يريد يبيع حتى يعطي المعلومات وجرعات غير صحيحة. انتشرت بأن بذور المورينجا هي تختص بالتحكم او بتنظيم مستويات السكر بالجسم. هذه المعلومه خاطئه. جذور واوراق المورنجة هي اللي تدخل ضمن هذا النظام، اللي هي تنظم مستوى السكر بالجسم وكذلك الضغط. طبعا هي بذور المورنجة تعالج امراض كل شهوات. فمن ضمن احنا موضوعنا اليوم على موضوع السكر، جذور و أوراق المورنجة هي اللي تدخل في علاج مستويات السكر. ناخذ قياسات متساوية، خلينا نقول فد ملعقة كبيرة من جذور المورنجة وملعقة كبيرة من أوراق المورنجة، نطحنهن. ناخذ من هذا المطحون ملعقة صغيرة، نخليها بقلاص مي حار ونخليه لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق، نصفيه ونشربه. هذا نشربه بعد كل وجبة، نقدر نقلل نسويه وجبتين يعني حسب شدة المرض، وكذلك يعالج الديدان ويعالج الضغط ويعالج مستويات السكر بالدم، وكذلك يعالج مشاكل الغدة الدرقية. بالنسبة للمحاذير، طبعا هي ممنوعة عن المرأة الحامل لأن تسبب إجهاض. استخدام العشبة أكثر من 4 أسابيع هنا يسبب غثيان وآلام. عدم الالتزام بالجرعات المطلوبة هنا راح يسبب لنا مشاكل سلبية في الطحال والكبد. إذن احنا لازم ننتبه وناخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. واحنا متواجدين في التجمع العشابين العراقيين، تقدرون تسألون وتتأكدون من الجرعات المطلوبة، ولو احنا مرات نتأخر عليكم لكن نعطيكم المعلومة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.